وقف كذا عادي سوالينا وندينا عزول فلوانا صوفي سوانا غاري سلان ست مزيغتز وراهي عن فذوس وحريش انتزغنت نان تذياني ثمياد نافغلي في الندين انتزغنت ذويني دينا نقول غون صيف ذا كان أزكا ذا من زون وقورن شافن ويظن شك أذيلي هكذا نيغا ايوض فارن تليت نوقو رمضان ذي لهنا ذي لي عسن 23 ذي يفرير هكذا نيغا ليلة شكنا ايضن الشك ذي لي عسن 23 يفرير جوجلاف وعشرين ذي تسدون أسقموا علي أن ينسلم ذوين يخذ من أساقيث مليليت غاف وين إشو دان أطان كورونا فيروس ذي الجزائر عندها يحضر أسلوين أسقموا ينسلم بو عبد الله غولم الله لكوذ ويذ يتمسل ينسيسم نغالي في متزمار ثار ثمان نغالي في الندين لكوذ تنزوث نغان تجارة عندها دي لا وسقار داش ندق سنتلو فاق شو دان غار وطنقيا كان هاث أسارة ثلاث ذو مكي أرث نضحن ذو مكي ريلي والساحفي فارغاف ونشتقي سيد حمد هديب من خلال اتباعي أنا الفكرة التي أريد أن أخرج بها هي فكرة استقبالية. أقول يجب أن ننتصر على هذه الجائحة. يا رب أطلب من الشعب الجزائري أن يتجند لينتصر على هذه الجائحة. طريقة التجنيد هي التي تكلم عنها الإخوان الذين سبقوني في الحديث. مفسدة عامة وهذه مفسدة خاصة. مفسدة خاصة أننا منعنا هذا الشخص أن يتنقل كما يشاء، ولكن هذه خاصة به كأسرة، يعني بالنسبة للأمة ككل أو كفرد بالنسبة للأمة ككل فهو شر. نعم يعني بمعنى ضايقناه منعناه حرمناه، ولكن في مصلحة من؟ في مصلحة الأمة. ولهذا قال العلماء يتحمل الضرر الخاص من أجل حماية الضرر العام، دفع الضرر العام. ولهذا الضرر العام وهو نشر وباء على الأمة كلها، فلذلك نتحمل هذا الضرر الخاص من أجل المحافظة على الأمة. اليوم هذا الوباء قضية وطنية محضة، اللي نقدر نواجهه هو التضامن، هو احترام كل النصائح الطبية أولا والنصائح اللي تخص الاستهلاك ثانيا. ضاد قوش تجي مس جمال فرار وينيت مسلين سيسم من تسقم وتي طفران ثم غاوة ذون نرني أن تلوفتن كورونا فيروس ذي الجزائري نذكن أطون أزيزة ونفطر 30-30 المند نوسي والغفوين شودن أيجي كادنيا ومقرن أزل 800,000 نيسا ولن يلس ذي نجاردن المند نوسي قصي غفو طنقيا ذوين قلان غفو السحفي فرينس. ولهذا كما قلنا ابتداء في الأيام الماضية، يعني وزارة الصحة باش تكون على اتصال مع المواطنين وضعت خط أخضر 30-30، والناس يعني يتكلموا عبر الهاتف يعني التساؤلات تاعهم، وكان في أطباء وضعنا فرق طبية تجاوب يعني المواطنين. وفي الأيام الأخيرة كانت يعني تقريبا 50-60 ألف مكالمة هاتفية، ولكن الايام هذه يعني الناس بدات خذات بعين الاعتبار بان هذا المرض عندهم دور في 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 نقص الوباء هذا. وصلنا الى 800,000 مكالمه هاتفيه يوميا من طرف المواطنين ليتسالوا على اعراض المرض وكيف ما هي التدابير الوقائيه اللي ديرها باش ما يكونش انتشار هذا المرض. سامي قولي قلت مسليان سيسا من وليفن تنزو ثندا ايدي السوفا غرفو لأنصيفن لقديش غفو مك أريلي لقديش نتجارة لدغا ذي مزداغ ذي الولايات ذي يطقث وطنقيا ايدي نولفان كورونا فيروس. وبداية من اليوم إن شاء الله راح يتنشر مرسوم تنفيذي اللي راح يبين كيفاش يتعاملوا التجار مع المواطنين، خاصة بالنسبة للولايات كما نقولوا ولاية البوليدة اللي راهي تعرف حجر صحي كامل، وولاية الجزائر اللي تعرف نوع من الحجر الصحي، يعني خاصة في الليل الناس ما لازمش يتهافتوا وما لازمش يكون فيه إفراط في الاستهلاك، لأنه هذاك الإفراط في الاستهلاك راح ينتج عنه تبذير واختلال في السوق.
الخبار نادق سليا نظام نسقم وسنان باستوري نذا كان أذس مرسن للان إيمين وثن انتفين تن كورونا فيروس غار إيموضان إيمي طبقان أحجاب انتزمر ذكرى عن تمنظين ذاين بلا شك ليس نقصن ذي تمعا له لكين كورونا فيروس إيمي أسقم باستور إي دي كادنيا دي استكشفن إيماض بويذي يوضنن كورونا فيروس ناليز أناليزن سنة كيسن قارسو تليثن تو فرانسيست ويزمر ذاين أسوين أريس نقصن ثم ذاين أريس نقصن لقديش مئة ثلا ثم صفار ثنا إن رين ذي الولاية ثلاث غادي وهران وثين نقصن طين على كود تيزي وزو أكادنيا ذو ورقلات فدو لقديش دقو سنقاس وذم انتم غاولها تلزارين النهار تظفار ثلوف ثني فردان ذي الجزائر ثمناث ذو مخيد ثلاث ريث نقفل نيمز داغي ثغري نغمي ذي خمان المندن وسحفي فارميال كورونا فيروس ذغاغا في القراراقين مسقمون لمن علين هدينا يكان ذي لي وحجاف سبعة نتمديث لما سبعة نتصبح حيث ناذي ثليث ذي ديال ثمناث يميع الدران إثغري مزداغس وذم مقرن ثقبنيث نعمار بن عمار ذغن نيسوفار بوتشيان عند إي مسي ذار ذوي ذي قطون كدنيا غفل لسن ذاكن يسوفار نوتشين سن لان سوذ ميطقثن ورتن قاسنارا وريلاق أذك سن غفل يمذنن وذقي من سلسوا من سن دوزغي يذرنون وذخذ من أيني والمن يوسح في فار غف وانشتاقي على حساب أبين دينا ذوك صواض هكي نخمو دائما على واش راح يكون عند المستهلك غدوه سيغ مارشي، لانه في ظل الظروف والاوبئه اللي رانا تعيشها بلادنا في هاد الايام، الا انه احنا مازلنا قايمين بواجبنا ورانا متاهبين ورانا في تصدي لهاد الوباء، ومن اجل ان شاء الله باش يكون عندنا منتوج وافر في ماده في الطماطم لهذا الموسم، وان شاء الله احنا نخمو على المواسم الجايه إن شاء الله. السياسة نتاعنا هي سياسة جوارية وتلبية للنداء الوطني في هذه الظروف الحالية، نطمئن كل المتعاملين وكل الزبائن بأننا نعمل بدون هوادة من أجل توفير المنتوج نتاعنا على مستوى كل التراب الوطني وبنفس الأسعار القديمة، ونعمل تحت الظروف الحالية بكل التدابير الوقائية تفاديا لانتشار هذا الوباء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء في أجل قصير إن شاء الله. ذقنا رس ذوانا دنا فذي وانا نو نسوفاني ذليسا نس ذوانا ناند ذا كان سفدا ثم حرضيث ناثان ذليس ذقزطان لانترنت ان دا ازمرن ان المذن ذي سلمذن وكان ادفن يلي ذليسا وضغران ذي خمنا سن في حل مفغن غار فران غار تسذوين وضغران ذي مضقان سن ستوي لقين لانترنت عبد الله بالغربي ثم حرضيث الكتروني تمس فغور ثقلان سوزال جوجلاف إيقاذ لسن ذيان إيقا السداء وذيوان أغناو انت سذوي ثلمان دنيس المذن سذوانان لكو ذئين المذن ذين ريدون فطل وكان أذغران ذي ثالثة جيل تمغار ننففذ كورونا ذي الجزائر. ارتأينا في ديوان مطبوعات الجامعية على أن نطلق المكتبة الرقمية لديوان مطبوعات الجامعية طيلة هذه الفترة، فترة الحجر الصحي التي أقرها السيد رئيس الجمهورية، وتكون مجانية طيلة الفترة، وهذا خاصة يعني هي موجهة خاصة للطلبة اللي راهم بصدد يعني إنجاز مذكرات تخرج في الليسانس في الماستر في الدكتوراه. ثم شارضي ثقينا ثنذ الاستعاتي نقاس عن داقس أقذ لسن ذي الثمان ونذي أسنان إقلحون استنسيوين نزطان الانترنت. هي مكتبة جد غنية بعدة تخصصات الطبية التقنية الاجتماعية في ميدان الحقوق في الاقتصاد إلى غير ذلك، فما على الطالب إلا أن يدخل إلى موقع المنصة الرقمية اللي هو www.iqra.opu.dz ثم يقوم بإنشاء حساب خاص به ومن ثم يتصفح الكتب حيثما شاء إلى غاية إن شاء الله أن يرفع على الجزائر وعنا هذا البلاء إن شاء الله. ذي لقذي شيقلان فطل ذي عواني سلمذن لكو ذي سذوان السومثا وكان أذغران ذي ثالثة ذي رقمان ذي خمنا سن لدغا ذي ثالثة قصحا ثدارث مورثنا الجزائر ذو مظال.